اهلا وسهلا الغزالات، صباح الخير. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كيما شفتوا بديت معاكم في الروتين صباحي البنات ملي طلع النهار. شاركت معاكم بصراحه الدار ما كانتش عندي مرونه بزاف كيما شفتوا، يعني طردت بغير نخايد هكا بلاصتهم وتنفض شويه وصافي. كيما شفتوا كيكونوا كيلعبوا الوليدات يعني ما يمكنش ما عاد تخليهم شي كي مش خليهم شي يلعبوا، تيبقاو يلعبوا لي تيسيبوا المخايط في الارض صافي. يعني في الصباح تتكون شي زعما شي روينه هكا، غير تنقاد المخايط بلاصتهم. وان شاء الله فاش البنات اللي طلبوني على جوله في الدار ان شاء الله غير نسالي بعد شي حويجات هكا كنت باقا ما صايبتهمش في الدار، ان شاء الله غير نسالي وغادي نشارك معكم ان شاء الله الدار كامله. ان شاء الله ندير لكم جوله فيها. كما شفتوا راني رتبت المخدات، عيب لكم داك الكوان ماشي في نفس اللون ديال الكتارة اللي عندي، هذاك الكوان عاد خديته البنات ان شاء الله غاد عادي نبرنزو يعني نصبغو في نفس اللون ديال الكتارة اللي عندي باش هكا يبقى في نفس اللون. ايوا صافي البنات كيما شفتوا دابا انا الصراحه عندي سبيراتور ولكن ما استعملتش سبيراتور حيت عندي ديك سبيراتور داك القدامين تيتبقى يدير واحد الصوت مجهد بزاف ويعني غادي تيصدعني الصراحه وما تيصفش مزيان. يعني تنستخدم غير هاد الشطابه هادي الحرشه البنات حتى هي تتشطب مزيان وان شاء الله ما يجيب الله رزق غادي ناخذ سبيراتور تكون هكا شي ماركه مزيانه اللي نستعملها ان شاء الله وتكون كتصف. انا صراحه خديت فكره عليهم ان شاء الله غير تيسر الامور، غادي ناخذ وحيده ان شاء الله ونشارك معكم. كيما شفتوا انا الصاله دايره ليها داك لاناب وفوق منه داك اللعيبه ودابا غادي نكمل الطيبه الشيء الاخرى. كيما شفتوا داك الساك الخضر البنات راه فيه الالعاب ديال الوليدات كيكونوا كيلعبوا كنجمع ليهم الالعاب غير في داك الصاك حيت يرونوا بزاف. وصافي كيما شفتوا دابا اختكم راها تكات شطاب الروينه صراحه ما كتكونش يعني لك النظام شويه في الدار هكا يعني بنادم خصو يحاول يخلي الدنيا. كيما شفتوا السيجور اللي عندنا مقلوب لان هاد البلاصه هادي البنات هي اللي تنجلسوا فيها بزاف كنتفرج، يعني هادي اللي عليها الدرك يعني شويه هي اللي كترون. صافي دابا غادي نقاد عين المخايط صح ما درتش شي جميع يعني غير قادت كل حاجه بلاصه. وصافي هنا اختكم راه كنت عيانه شويه بطبيعه الحال هذا الفيديو راه صورته لكم وكنت عيانه ومن بعد ما تزاد عليا الحال يعني مرت عاد ما قدرتش ندير لكم مونتاج من حسيت براسي دابا مزيان عاد درت لكم المونتاج. عارفه راسي غبت عليكم غير سمحوا لي ماشي لخاطري ولكن ان شاء الله راني رجعت. كيما شفتوا جاني الصهد البنات بزاف حيت هذاك البينوار ولبست هاد المنديل ديال الشمال طبيعة الحال مساند الراس ما في الشقه. صراحه انا وليت نستعملو غير هو تيجيني اسهل من داك الطابليه. صافي هنا اختكم راتات جففت البنات غير بهاد الشفاف هذا زوين بزاف صراحه. يعني انا تصيقات نديرها مره في السيمانه كنصيق مره في السيمانه الدار كلها ويوميا تندير هاد الشفاف هذا البنات كنستعملوه بشكل يومي يعني يوميا تنجفف به تيجيني اسهل وعمالي هكا. يعني طبيعه الحال تكون الدار نقيه تشطب الشطيبه كتوسعوا في الشطيبه الدار كامله وكتجمعوا الازبال عاد باش كدوزوا تشفيفه. وبالنسبه للاحذيه البنات حنا معلمه الوليدات ومعلمين حنا كاملين تنحطوا الصبابط هكا ديال الزنقه تيبقاو حدا الباب دايره بلاكار باش هكا تسبق الدار نقيه وفي نفس الوقت ما تيدخلش داك التراب وداك الروينه للدار. وصافي هادشي اللي كاين البنات هتقولوا لي على داك الموكيط ما جاش مع اللون ديال السيجور. البنات دابا غير قضيت بيه على حسب باش ما بقوش في البروده ان شاء الله غادي ناخذ الزربيه. فاش غناخدها ماشي زربيه البنات عيد داك الموكيطات اللي ولاو دابا ان شاء الله فاش غناخدها غنشاركها معكم. المهم هذيك البوفه البنات راه درتها تما حيت ما عنديش فين نديرها هذيك هي البلاصه اللي جات فيها البوفه. ان شاء الله فاش غندير لكم جوله ديك الساعه الا بانت لكم شي حاجه ناقصه ولا بغيت نديرها لكم خليوها لي في التعاليق. المهم كيما شفتوا الصاله كلشي راه مجموع
في طبيعة الحال تنفتح الشراج مع خواتي كل برد يعني ضروري، واخا غير ربع ساعة تهوى الدار وداك الشيء، وعاد باش كنشد الشراجم كيما شتو داك غايبه ليكم داك الديكورات، هذوك راه كانوا غير مؤقتا، دابا راني خديت شي لعيبات ان شاء الله، فاش غندير لكم جوله غنشارك معكم. المهم من بعد ما ساليت البنات كان عندي الصابون دوس باش نصبن كيما شتو الحويجات كانوا عندي، درتهم لابادورا البنات الماكينه درتها في وسط الحمام على حساب كاين البلاصه ديالها، وما جاتش مضيقه لي الحمام نهائيا يعني هذيك البلاصه ديالها. وهاد الماكينه البنات زوينين بزاف، كنصح اي وحده تاخدها، واعره تبارك الله ما شاء الله كتخرج الحوايج وفي نفس الوقت عمليه. كيما شتو راه كاين هذاك المجار فيه كيديروا صابون يعني التيد، ولكن انا ما كنستعملش التيد، تما كنديروا نيشان على الملابس هكا باش كنصبن، وخا زعما كيكونوا الحويجات الوليدات هكا تيتصبغوا من اليدين وداكشي، ولكن تتخرج ان شاء الله اللي بغا كندير ليه معلومات عليه نخليه له فيديو. ودابا البنات من بعد ما ساليت داك الروينه ديالي وتصبين دوس باش نصايب معكم واحد طارت كلاسي، اولا طارت كلاسي البنات زوينه بزاف. انا الصراحه ما كنحتفلش براسي يعني ماشي يعني اصلا ما تناكلوش كيكه في داك النهار يعني، ديما تنصيبها على بكري هاد العام تافت راس السنه عاد صايبتها. ويمكن ما شفتو في المقادير البنات خديت 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. بالنسبه للبيض انا عندي البيض الكبير البنات الحجم الكبير، حيت عندي المول اللي غنخدم به عندي كبير. كما شفتو درت كيس ديال الفاني سكر بالنكهه ديال الفاني، ودرت كاس ديال السكر، ودابا غادي نطربهم بالباطور البنات مزيان حتى يضعف الحجم ديالهم ويطلعوا عاد، باش غادي ان شاء الله نكملوا باقي المراحل مع بعضياتنا. درت معلقه ديال الكاكاو المر كبيره وخميره ديال الحلوى 8 غرام، وبديت كنخلط. انا راني مسرعه البنات الفيديو نتوما ما يعني فاش تكونوا كتخلطوا من تحت الفوق يعني باش ما يهبط لكمش البيض، يعني راه تكونوا كتحركوا بشويه. وغادي ديروا كاس ديال الدقيق ما يعادل واحد 200 غرام، انا عبرتو البنات 200 غرام، وتيبقى على حسب نوعيه الخليط ديالكم يعني الدقيق شحال غياخذ لكم. بالنسبه انا عندي هذا المول هذا الكبير البنات دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. راني مسرعه الفيديو طبيعه الحال ما تنخدمش انايا بهذه السرعه كلها.
وهنا تنكب الخليط ديالي اللي درت في الطاوة، يعني المول اللي غتخدمو به من الأحسن تدهنوه بالزبدة وترشوه بالدقيق، باش هكا كيساعدكم في الخدمة، في نفس الوقت أنكم باش ملي تتبغيو تهزو الكيك ديالكم ما تتلقاوش مع صعوبة. بالنسبة للناس اللي عندهم أوراق الطبخ يعني ديال اللي كتستعملوها هكا في المول وداكشي، من الأحسن باش هكا كيسهل عليكم، وحتى ملي كتبغي تهزو الكيك ديالكم ما كيعذبكمش. المهم كنقدو هكا غير الجوانب باش كيجي الكيك مقاد، ما كتجيش جهة طالعة وجهة هابطة يعني. وقبل ما انا الطريقة اللي كنطيب بها الكيك ديالي، يعني انا ما مسخناش، يعني كي ندخل الكيك عاد باش نشعل عليه، حيت هاد الجينواز هادي كيك هو على طريقة الجينواز، يعني تيكون شوية تياخدش الوقت. قبل ما تدخلوه ضربوه شوية مع سطح العمل باش هكا ما يدير لكمش داك الثقوب والفقاعات ملي غيطيب لكم كيك، باش هكا تخرج لكم داك الفقاعات وما تكون لكمش الثقوب ملي طيب لكم جينواز. كما شفتوا دابا راني درت الفويتين البنات، غير هكا تنهرسو بيدي وتنديرو، وكندير شوية ديال الكركع اللي هرسو. بالنسبة لهاد هاد المرحلة تتبقى اختيارية، بغيتو ديروها الطريقة هذه اسهل، ولا بغيتو ديروها تجمعوه بالحليب نيسلي ولا كراميل كتجمعوا به الفيتين وداكشي، كديروها طبقة مقرمشة حتى كطيب الجينواز ديالكم، تخرجوها من الفران تسقيوها عاد كديروا ديك الطبقة المقرمشة. انا اختصرت الوقت ودرت الكيك بهذه الطريقة، يعني طيبت قرمشة وكل شيء في دقة واحدة. الكيك من بعد ما كيطيب البنات كيجي على هذا الشكل، هذا الشوكي كيجي السمك ديالو، من بعد ما تحيدوه من المول كتولي عاوتاني تردوه بالمول وكتسقيوها بالحليب، يعني الحليب البنات عادي يعني ما بارد ما سخون بحرارة المطبخ وصافي. والجينواز ما كتسقيوهاش شوية سخونة، يعني حتى كدفى شوية باش هكا ما كتعجنش ليكم وصافي. دابا من بعد ما غادي تشرب لينا داك الجينواز غادي ندوزو باش نصايبو الطبقة الثانية اللي هي غادي تكون كريمة. الكريمة البنات غادي نستعمل 200 مل ديال الحليب، وغادي نحتاج معاها هاد لاموس شوكولا. هاد لاموس البنات المذاق ديالو زوين، من الاحسن ديرو هذا، ولا ما بغيتوش ديرو هذا ديرو غير شونتيي وزيدو عليها كاكاو واستعملوه. بالنسبه لهاد البودره راه كانت عندي البنات في المجمد، يعني مستعملاها من قبل في المجمد، بيتها في المجمد ليله كامله، باش هكا ملي كتجيو تطلعوا الكريمه ديالكم كتطلع معاكم بكل سهوله وما كتعذبكمش. دابا غادي نضطر بهاد الكريمه ديالي ان شاء الله، وغادي نرجع معاكم. ايوا هنا كيما شفتوا راني طربت الكريمه. المهم القوام ديالها خصو يجي بحال هكا البنات، من بعد ما كتطلع صافي كنحبسوا عليها تطرب، هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليها، يعني ما تخليوهاش شويه تبقى سائله، باش هكا ان شاء الله فاش كديروها كتجي شاده راسها. المهم كتجيبوا الجينواز ديالكم ولا الكيك كديروها فوق من هاد الطبقه كتكبوها، من الاحسن هاد تستعملوا ضروري كل مول كيتفتح وكيتسد باش ملي كتخدموا به ما كيعذبكمش. المهم كتكبوا الخليط ديالكم فوق الجينواز وكتبداو تقادو فيه، يعني كتقادو هكا غير باش كتجي
ايوا صافي البنات كيما قلت لكم يعني كتكبوها فوق الخليط ديالكم، ومن الاحسن المولعه تستعملوا يكون كيتفتح وكيتسد، باش هكا ملي كتجيو تحيدوا الكيك ديالكم يعني كيتحيد معكم بسهوله. المهم انا دابا كنصايبها غير بهاد السبارتوله، وغادي نجيب داك اللعيبه اللي تيقدوا بها لاطارت الكريمه. طبيعه الحال هذيك الا كانت متوفره عندكم غتستعملوها، ما كانش غتستعملوا غير هاد السبارتوله حتى هي كتقد، غير باش ما يبقاش بحال هذاك الشكل هكا، باش ملي كتبغوا ديروا ليها الكلاصاج اولا الكريمه من الفوق ما كتجيش بحال هكاك مخصره، يعني كتجي شاده راسها، كتجي مقاده يعني مسطحه. صافي كيما شفتوا راه غنقدها بهذيك اللعيبه. هذه اللعيبه البنات راه ما غالياش، كيكون واقيلا شي ثلاثه لا جوج، كتكون فيها جوج، واحده دايره بحال شكل مشطه تدير 5 دراهم، يعني كتشريوها وتخليوها عندكم تستعملوها هكا في كتنفع هكا ملي كتبغوا تقادوا الكريمه ديالكم. وصافي كيما شفتوا غادي نقاد الكريمه ديالي وغادي نغطيها بسولوفان وندخلها المجمد. انا خليتها البنات ليله كامله، وانتوما الا كنتو مزروبين تقدروا تخليوها 6 ديال السوايع، راه حتى هي 6 سوايع راه كتجي القوام ديالها شاده راسها، ولا كتصايبوها في الصباح وتخدموا بها في العشيه. انايا خليتها ليله كامله حيتاش كان عندي الوقت وما كناش مزروبين فيها، يعني صايبتها وخليتها حتى لغدا عاد باش استعملناها. والمذاق البنات كيجي خطير بزاف، وطبيعه الحال بالنكهه ديال الشوكولا. نتوما كديروا اي نكهه بغيتو، الفاني فريز على حسب النكهه اللي كتفضلوا، ماشي ضروري ديروا الشوكولا، حنا كنختاروا على حسب الافراد الاسره ديالنا شنو كيفضلوا. انا استعملت الشوكولا حيت هما بغاو الشوكولا، وان شاء الله غادي نصايب لكم عاوتاني حلوه الكريم ان شاء الله تكون بطريقه مبسطه. طبيعه الحال انا ماشي خبيره في الحلويات، وانما كنشارك معكم غير التجربه ديالي، وشي حاجه كمني كتعجبني تنشاركها معكم وصافي. كنتمنى ان شاء الله اللي غيجرب هذا الكيك ينال الاعجاب ديالو. ودابا غادي ندخلها المجمد ونخليها وندوزو باش نصايبو الصلصه اللي غنسقيو بها اولا الكلاصاج، يعني هذا النوع هذا بديل ديال الكلاصاج بديل ديالو. غادي نستعملو كاس ديال السكر سنيده مع عمرش، وغادي نستعمل 4 المعالق ديال الكاكاو المر البنات، يعني يكونوا معلقه عامره شكون يعني كيما شفتوا يعني 4 يكونوا عامرين. وغادي نستعمل كاس ديال الحليب، حليب يكون بارد. غادي نخلطوا هاد النواشف مع ديك كاس ديال الحليب ونحركوها غير في يعني في سطح العمل حتى يذوب لينا داك النواشف، عاد باش غادي نديروهم على النار مع التحريك المستمر. وفاش غادي يدوب لينا داك السكر سنيده مع الكاكاو عاد باش غنديروهم في نضيفوهم في النار، على حسب ما يمكنش ديروهم وهما سخونين غادي يلتصق معاكم داك المكونات اللي غيديروا غيتحرق، ولا تحرق يعطيكم واحد الطيبه خايبه في الكيك. المهم كديروا على النار طبيعه الحال كتخليوه حتى كدفى، حيتاش الا درتوه هو سخون غادي يخسر لكم غيدوب لكم الكيك ديالكم، يعني ديك الطبقه ديال الكريمه اللي كتكون في مجمد. والاضافه اللي غادي نزيد فهي كتبقى اختياريه البنات، اللي عنده يديرها ما عندوش ما يديرهاش. درت واحد راس معلقه ديال اوراق جيلاتين البنات، كديروا راس معلقه، هذا كيبقى اختياري، الا ما كانش عندكم ديروا معلقه صغيره ديال النشا وتخليوها طبيعه الحال هكا تتبقاو تحركوا فيه حتى كي يعني الحراره كتنخفض، يعني فاش كتحطوا الصبع ديالكم تتقدروا تستحملوه، تقدروا تحطوا يدكم في الخليط كتقدروا تستحملوا الحراره، يعني ما ديروش هو دايب البنات، راه لا درتوه عفوا لا درتوه هو سخون كيما حيتو على النار غادي يذوب لكم الكيك ديالكم. كنصفيوه هكا